FM. الكلمة ليك. هو تم حادث يعني احنا الحقيقة تأسفنا له. والدبلوماسية التونسية اللي هي مكلفة بمعناها تصرف في العلاقة مع الدول قامت بواجبها ولا تزال تقوم بواجبها. بالنسبة لنا احنا وانا هذا واجب كنائب مش على حركة النهضة، انا نائب على المواطنين والمواطنات في العالم العربي بقية دول العالم. نائب هذا عندي انا اشكالية ثم ناقلة كانت اللي هي الإماراتية تنقلهم توصلهم وتجيب من دبي من إلى تونس. اليوم الناقلة هذه أوقفت أعمالها. إيش عملوا من 20,000؟ ما هو مسير الجالية متاعنا التونسية في الدول تاع الخليج؟ قلت لك شنو مسير الجالية التونسية غادي؟ هذا هو أي بالضبط. هذوما سيدي بالضبط يعطيكم الصحة وأنا نشكركم لأنكم أنتم فكرتوا في اللي حد ما يفكر فيهم. احنا ممكن ناخذ قرار وكذا، ناخذ قرار متوازن. احنا مع ضد اي انسان يمس اي تونسي او تونسيه، وفما بين المراه التونسيه. اثنين، انه لازمنا نفكروا راهو عندنا وخيالنا التوانسه اللي عندنا 20,000 وفوق ال 20,000 موجودين غادي شنو نقول لهم؟ معناها مساكن اللي مش يمشي على مصر ولا مش يمشي على تركيا ولا مش يمشي على كذا. اور احنا عندنا سوليسيون معناها موجوده وكانت موجوده سابقا. خط تونس دبي موجود سابقا. السيدة كاتبة الدولة اعترفت بعظمت لسنة ان هي الغات نتيجة عدم تنافسيته مع الامارات الاماراتية. يعني يكون هو خاسر. اليوم الرجل خط بتاعنا احنا ما نقعدوش على ميرسي من اي نقلة اخرى، مش النقلة هذه ربما احنا قلنا راه ما عادش تهبط في تونس، نقعدوا على ميرسي من اي نقلة اخرى وراهو توانسة في الخارج. وهذه كلمة مهمة ديما نعاودها، ما هو مش رهائن، ارجوكم ما نحطوش التوانسة في أي مكان في العالم مهما كان عددهم صغر كبير رهائن لأي شيء. كابتن الكلمة ليك.